مرة على الإطلاق كابتن طه عزت أو الأستاذ طه عزت، أو هشوف هو عايز أستاذ ولا كابتن ولا طه عزت، هو عايز التايتل بتاعه المناسب يبقى إيه؟ مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. برحب بك يا كابتن طه وسعداء بوجودك معانا لأول مرة. مساء الفل عليك أستاذ إبراهيم وعلى السادة المشاهدين حبيبي. قول لي عايز أستاذ ولا كابتن طه؟ إيه المناسب بالنسبة لك؟ ولا طه باشمهندس ولا؟ عزت تكون أحسن. طه عزت. على كل لابد ان يكون هناك لقبا، فلازم تقول لنا ده جزء من الاحترام الاعلامي اللي احنا اتعلمناه، ملهوش علاقه بالسن انما له دايما علاقه بالتقدير، فده بس بادئ ذي بدء. انما انا سعيد بوجودك معانا، وخلينا نخش في حبيبي المواضيع، على طول. ما هو يعني الجديد التي ستقدمه اداره المسابقات للكره المصريه في شكلها الجديد مع شركة ألمانية عملت الجدول، فالناس محتاجة تفهم على أرض الواقع أكتر. تفضل يا فندم. صحيح يا أستاذ إبراهيم، شوف هي كانت الفكرة زي ما حضرتك قلت من شوية، إحنا نستحق أكتر من كده بكتير، وكرة القدم في الآخر هي 11 لاعب مع 11 لاعب معاهم كورة، تمام؟ الفرق ما بين الهاوي والمحترف التنظيم واللوائح والأدوات اللي أنت تشتغل بيها. فده اول حاجه احنا اشتغلنا عليها خلال الموسم الحالي، ان احنا زي ما حضرتك قلت فضلت تعاقدنا مع شركه ليجاليتكس الالمانيه. طبعا الشركه دي هي بتعمل ممكن تقول لي اسمها تاني يا استاذ طه؟ اسمها ايه؟ ليجاليتكس. ليجاليتكس. اه اوكي، عشان الناس بس قعدت تقول الشركه احنا مش عارفين اسمها، فحضرتك اديك قلت اسمها عشان الناس بس عماله تسال. هي شركه هي اسمها تقيل شويه، هي شركه المانيه اسمها تقيل شويه، وشغلها والسي في بتاعها قوي جدا. عظيم. حتى احنا في لما انا كنت في الامارات اشتغلنا معاها 4 سنوات. عندها سي في قوي، اشتغلت مع الاتحاد الاوروبي مع الدوريات الاوروبيه، حتى بتشتغل مع مجالات كمان تانية او رياضات تانية غير كرة القدم كمان. هي الفكرة كلها الاساسية ان انت البرنامج الالكتروني هو بيوفر وقت وجهد وعدالة ويجي لك شغل باحترافية. كويس. تمام؟ هو دوت ده ملخص الموضوع. دي بالنسبة لي. طيب هي بقى هل بقى استاذ طه اللجنة او بمعنى اصح كده الشركة دي بتعمل مؤجلات، ولا هنا الأندية بتطلب منك مؤجلات، ولا أصلا كلمة مؤجلات دي مش موجودة في القاموس أصلا لا عند الشركة ولا 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 عندك؟ ما خلينا نتفق على حاجة يا أستاذ. اتفضل يا فندم. إحنا النهاردة عايز دوري محترف. أيوه. لازم يكون دوري منتظم، ويحط تحت منتظم ديت 100 خط، يعني منتظم يعني مش قصة مؤجلات بس، ولكن إن يكون ما يكونش فيه فريق بيلعب مضغوط كل يومين أو كل 3 أيام، وفريق تاني بيلعب كل 30 يوم. برافو عليك، مظبوط 100%. حطها كنقطة، نقطة مهمة جدا. النهاردة علشان أقدر لي دوري منتظم ومحترف لازم يكون لي لوائح. وده اللي إحنا عملناه في بداية الموسم، يمكن حضراتكم شفتوا فرقنا ما بين بقى في لائحة لمسابقة الدوري وفي لائحة لمسابقة الكاس. بعد كده ربطنا الاثنين بلائحه المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجوده، ده ضفناه السنه دي. المخالفات والعقوبات معروفه، اللي هي الامور الانضباطيه اللي موجوده في الملعب. نظام ضبط الجوده هي الامور التنظيميه او الخروقات في الامور التنظيميه. كل دوت ريفليكت او بناء على ايه؟ بناء على مواد اتحطت في اللائحه. اللائحه تنظم المسابقه من الناحيه التنظيميه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه الاداريه، ومن الناحيه الخاصه بالعقوبات او الامور دي كلها. فهنا دي كانت اول اداه لازم علشان اي دوري محترف لازم تبتدي تشتغل عليها. طبعا ممكن كمان يعني في المستقبل ان شاء الله رب العالمين في لوائح ثانيه لازم تضاف، زي لائحه المعدات، لائحه الاستادات، لائحه الاعلام، التسويق، كل دوت ما كانش موجود، وان شاء